أصبحت المكتبة الرئيسية وسط مدينة أدرار خلية نحل نتيجة الإقبال الكبير للطلبة الذين يحبذون المراجعة الجماعية عشية اجتياز شهادة البكالوريا. نجي لهنايا باش نراجع لأنه موفرين لنا جو المراجعة ونقدروا نستعيروا الكتب، كاين الانترنت متوفرة. بزاف حوايج ما كنتش نفهمهم، بصح كي جيت لهنا نلقى الناس اللي كيما الشعب تاعي كيما انا لغة أجنبية، نلقى اللي يفهم لونجلي يفهمني، نلقى حاجة خاصتني. إيوا هذيك هي نزيد زعما المراجعة الجماعية تساعدك في المواد الفهامة، والمراجعة الفردية ماذا بك تكوني في المواد الحفاظة. ساعدنا بزاف زعما مش باش نراجع الباك ونحضروا. ملي تكون المراجعة الجماعية تساعد ملي تكون تثبت المعلومة. الأستاذ بدوره لم يبخل بإعطاء دروس الدعم تطوعا منه لخدمة الطلاب. يجي زعما من مكان بعيد شوية، كيف فاهم هنا في أدرار الأساتذة الألمانية قلال، ما كانش بزاف، ما كيف فاهم أي راه يجي أعطينا شوية من وقته ورانا الاستفادة. نشكره وربي يجازيه ان شاء الله. نسمحوا في الانشغالات نتاعنا الشخصيه على جال باش نعاونوهم ان شاء الله باش يكونوا ناجحين. الهدف تاعنا انهم ينجحوا برك ان شاء الله. شوفوهم في الجامعه، شوفوهم اطارات نفرحوا به. وهذا الشيء والله اللي يحفز الاستاذ ويحفز الولي. وللعلم فقط الدروس راهي معناها ما فيها حتى مقابل ولا شيء. رانا نديروها دروس مجانيه هكذا تطوعيه، ولا نرجو من ذلك الا مرضاة الله سبحانه وتعالى. إدارة المكتبة من جهتها تحرص على ضمان كل الظروف الملائمة استعدادا لهذا الامتحان المصيري.